هاي بعد ما النزوح اللي صار بشهر الثامن تقريبا بعدها بشهر على ما شفنا مكان استقرينا نفسيا أول شيء. بعدين من شفت إنه صار بسنجار اللي صار واللي الظلم اللي صار من قبل داعش، كان كثير ناس يعملون الأمور بسيطة جدا إنه ما صار هذا الشيء وما صارت هذه الطريقة وما صار. هاي أملاقها. ولا شيء يحكون بس العالم تهز راسه تمام تمام كبيره كانت مروحه بس شو تقنيه في يعني هي تحكي عن اباده يزيديه تحكي عن الظلم. يمكن بعد فتره راح عندي لوحه يمكن اشتغل على سبايكر جريمه سبايكر انه اي شيء اعملوه داعش انا راح اكون ضدهم باي شيء كل اعمال كل مشاكل وما انا راح اوثق هذا الشيء بلوحاتي. يوم سقط الناصر وبعد كم يوم سقط البعشيقة في جماعات من دول العربية يتصلون فيه انه انا كيف عايش في كردستان وهي دولة اسلامية واشتغل هيك لوحات مستغربين يقولون ايش انه هالجرأة يعني انت في هيك دولة ودولة مسلمة وانت تشتغل بهذا الشغل. اي والله والله استحيت كيف كان طيب فأكو لوحة من اللوحات هددوني حتى بطريق الفيسبوك إنه يدزولي مسج إنه إذا ما هاي اللوحة تلغيها أو تحرقها نحن راح نقتلك مكانك نحن راح ندور عليك نحن راح نعرف وين أنت. طراتيم السيليكون عندي متحف دهوك كله مال السيليكون لو ما كنت رسام كنت اشيل سلاح حدا دافع عن اهلي. انا جسمي دافع عن اهلي. It's not even for making pictures.